السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنواصل اليوم في الشابتر رقم 5. الشابتر هذا اللي هو عنوانه Analysis of Structures and Forces in Beams. طيب المحاضرة هذه هي المحاضرة رقم 5 من هذا الشابتر. هنشوف فيها Chair and Bending Moment Diagrams. هنركز على Concentrated Loads. طيب هنبدأ بشرح ما معنى Chair والBending Moment. Chair اللي هي قوة القص، والBending Moment اللي هو عزم الانحناء. طبعا احنا هنشوف الرسمة متاع الاثنين، يعني متاع التشير ومتاع البندنج مومنت. طيب هنقدر نشرح شو معنى التشير. مثلا لو ناخذ الجسم هذا عليه قوة خارجية زي هذه، بتكون قوة مثلا متعاكسة، يمكن في تم عملية قص الشكل هذا، يعني يمكن القص الجسم هذا لما تصير له عملية قص بنسميها قوة القص اللي هي التشير. الحالة الثانية يمكن من خلال القوة أو من خلال العزم هذا وهذا يصير عملية انحناء، يعني external forces بيسووا يعني bending moment، عزم الانحناء، يعني تصير له عملية انحناء في الناحية هذه. يعني في نوعين، فيه يا أما قص أو انحناء. هنا يمكن احنا نرسم الرسمة متاع التوزيع متاع القص وعزم الانحناء. طيب بالنسبة لقوة القص اللي هي تشير، اللي هي القوة هذه وهي القوة هذه، اللي هنا حنسميهم الفي والفي داش، بتكونوا اثنين متعاكسين، من ناحية الشمال بتكون نازلة ومن ناحية اليمين بتكون يعني الفوق. بالنسبة للعزم يعني بتكون هذا وهذا بيكونوا يعني ناحية هذه بيكون عكس عقارب الساعة، وهذه بتكون يعني مع عقارب الساعة. يعني لما يكون عندك تشير وبندق بمت، الرسمة بنعوضها بالرسمة هذه. طيب هنشوفها على مثال. هناخذ مثلا المثال هذا، القوة هنا اللي هي قوة P اللي هي في النص. القوة هذه كيف هي؟ قوة مركزة. يعني اليوم حنركز على التشير والبندنج مومنت لما تكون يعني القوة مركزة. طيب احنا هنشوف مدى يعني كيف تتغير الرسمة متاع التشير والبندنج مومنت اللي هي موجودة على المثال هذا. اول شيء سؤال اللي هو لازم نجيب المجاهيل متاعت القوة اللي هي موجودة يعني في الـA وفي الـB. بالنسبة للـA وللـB يعني بتكون بالنسبة للـA قوتين، وبالنسبة للـB بتكون قوة واحدة. طبعا حنستعمل قانون السيجما FX والسيجما FY وقانون السيجما MA من خلال تساوي صفر. طبعا كلهم قوانين هذه تساوي صفر. من خلال القوانين هذه بنجيب قيمة الRA reaction في الـA والreaction في البي اللي هي نفسها تساوي بي على 2. طيب بما ان هنا عندنا قوة هذه والقوة هذه، يعني ما بين قوتين، شايفين القوتين هذا متعاكسين، لما يكونوا قوتين متعاكسين يمكن يصير فيه قص اللي هو تشير والا انحناء اللي هو البندك. يعني لحين يمكن يصير في النقطة هذه سي اللي هي تتغير من نقطة اي لنقطة بي، يعني في المجال هذا بتتغير. نفس الشيء القوة هذه اللي هي بي والقوة هذه اللي هي نص البي، الاثنين متعاكسين، يعني يمكن يصير فيه اما انحناء أو قص، يعني في النقطة A يمكن تكون متراوحة في المسافة هذه. طيب احنا يعني حنشتغل على الكات في النقطة C وعلى الكات في النقطة E. طيب هذا حنبدأ الأول بالكات بتاعت البيم في النقطة C. زي ما قلنا أنه لما يصير كات حنعوضه بعزمين وقوتين، لكن احنا بما أنه نشتغل على الجزء الأول حنركز على الرسمة هذه. من خلال الرسمة هذه حنشوف كيف تجي التوزيع متاع التشير والبندنج مومنت. هنستعمل القانون الأول اللي هو السيجما F يساوي صفر، كم من قوة موجودة اللي هي النقطة هذه اللي هي P على 2 والنقطة V. طيب تعطينا نص الـP اللي هي هذه طبعا بلس ناقص V لأنها نازلة يساوي صفر. على طول الـV بتكون P على 2، يعني من الـV اللي هي التشير طبعا اللي هي قوة القص. طبعا قوة القص هذه بتكون ثابتة ما بين النقطة A وما بين النقطة D، يعني على نص المسافة بتكون ثابتة. لو نرسمها في الدياجرام بتكون المسافة هنا من الصفر إلى نص الـA بتكون هذه الـ V قيمتها ثابتة زي ما كنتم شايفين في الرسمة. طيب الحين لو نمر للبندنج مومنت اللي هو يعني عزم الانحناء. بالنسبة لعزم الانحناء هنستعمل سيجما M تساوي صفر، لكن العزم دايما بيكون في النقطة هذه اللي صار فيها الكات. يعني بالنسبة للعزم أول قوة اللي هي قوة الـ B
طبعا قوت البي على 2 اللي هي نص البي هذه، كم تبعد مسافتها؟ تبعد اكس، يعني المسافة ما بين محور القوة والنقطة بتكون اكس، نضرب الاكس في القوة، لكن الاتجاه بيكون في الاتجاه هذا بيكون مع او عكس عقارب الساعة، يعني بيكون ماينس، يعني الاتجاه هذا حيكون ماينس بي اكس لانه مع عقارب الساعة. وبالنسبة للعزم ام هذا بيكون عكس عقارب الساعة، بيكون بلس، يعني بيكون بلس ام يساوي صفر. طيب على طول بنجيب الام تساوي بي اكس على 2. طيب بالنسبة للبندق مومنت هذا اللي هو عزم الانحناء، هو متغير على حسب الاكس، لكن الاكس يمكن تاخذ مكانها صفر او نص الام. لو الاكس مثلا اخذت صفر كم يساوي الام؟ على طول الام بنعوضها هنا، الاكس بيساوي صفر، يعني الام تساوي صفر. لو الاكس اخذناها نص ال، يعني لو نعوضها في الام على طول بتيجي بي ال على 4، يعني هذه قيمة الام. يعني لو نرسمها الرسمة ونشوف انه في الصفر هنا بتكون قيمة الام صفر زي ما انتم شايفين، ولما تكون في نص ال، هاي نص ال بتكون قيمتها بي ال على 4 زي ما هم شايفين، يعني الرسمة بتكون، يعني نربط ما بين نقطتين الرسمة بتكون يعني بالشكل هذا. هذا بالنص الاول. لكن نرجع للكات في النقطة اي اللي هو النقطة ما بين الدي والبي، طبعا بما انه اخر كات هنهتم بالرسمة هذه. بالنسبة للرسمة هذه عنا في البي قوة اللي هي نص البي، وهنا عنا الفي داش واللي هي ام داش اللي هي نفسها علشان يعني نفرق ما بيناتهم الاثنين. طيب اول شيء حنا نجيب سيجما اف، القوة كلها موجودة على المحور واي، طبعا عندنا نص البي وهذه الفي داش في نفس الاتجاه، يعني الاثنين حيكونوا بلس في بلس نص البي، طبعا في او في داش نفسها ما في فرق، تساوي صفر على طول. الفي او في داش تساوي نص ناقص نص البي على 2، يعني حتكون بالسالب لكن حتكون ثابتة. يعني لو نرجع للرسمة حتكون ما بين الال، نص الال والال حتكون ثابتة، قيمتها كم؟ نص البي على 2. يعني هذه هي الرسمة، هذه الدياجرام، الدياجرام هذا متاع تشير، يعني تشير هذه هي الرسمة بتاعه. بالنسبة للبندق مومنت، البندق مومنت حنجيب سيجما ام تساوي صفر. طيب نفس الشيء بالنسبة للعزم هذا، حيكون يعني الام هذه مع عقارب الساعة بتكون ماينس، المسافة هذه ما بين النقطة ومحور القوة هذه، يعني حتكون كهذه النقطة عفوا، وهذه القوة حتكون ال ناقص اكس، يعني حتكون بي في ال ناقص اكس، لأنه الدوران حيكون في الاتجاه هذا حتكون بلس، طبعا يساوي صفر. على طول بنجيب قيمة الام، الام بتكون بي في ال ناقص اكس على 2، يعني حتكون حالتين، الحالة الأولى لما تكون الاكس تساوي نص ال، بتكون يعني نعوضها هنا بنص ال، يعني حتكون قيمتها الام بي ال على 4 اللي هي حتكون هنا. ولو الاكس تكون هنا في ال تساوي ال، على طول الام حتكون نعوضها هنا، الام حتكون صفر، يعني حتكون هنا، علشان كده الرسمة حتكون بالشكل هذا. هذه هي الرسمة متاع، الرسمة هذه اللي هي الدياجرام متاع البندنج مومنت، يعني الرسمة هذه هي متاع البندنج مومنت. طيب نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة.